السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طبق سلطة الطحينة عسل، ما شاء الله جميل ومرخص جدا، واقل من 3 جنيه هتعملي احلى طبق سلطة الطحينة. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. معايا رغيفين عيش شامي، من اللي هو العيش الابيض اللي من غير ردة، رغيفين كبار دولت، ده عيش صغير فانا هعمل 3 رغيفة بس. هقطعه حتت صغيرة كده خالص كده، حتت صغيرة بحيث ان هي تبوش معايا، ما يبقاش في حاجة منها باينة، او بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بقى حتت صغيرة خالص اهو. وهنزل بيه بكوباية مية سخنة بالشكل ده عشان تبهوشه معايا، واغطيه في المية كده لحد ما يبوش خالص اهو. نصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هغطيها بقى كده ربع ساعة لحد ما يبوش معايا خالص بالشكل ده اهو. خلاص كده هاجي بقى اخده كده في الكبة، ويا ريت ناخده وهو دافي كده، ما نسيبهوش لما يبرد خالص، لا ناخده وهو دافي يكون لسه فيه درجه من الحراره كده اهو. هننزل بقى عليه كده بمعلقه صغيره شطه ومعلقه فلفل ومعلقه كبيره كمون، كتر الكمون شويه، وفصين ثوم، ومعايا ليمونتين عصراهم عصير ليمون، ومعلقة صغيرة خل، وشوية زيت حلوين بقى كده عشان لو فضل منك شوية تحط وشها ما يشققش، تتنها سايلة كده وكويسة. ومعايا هنا نص معلقة ملح. خلاص كده نحطها في الخلاط بقى ونضربها ضربة كويسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طحينة في السوق غالية، هنجيب طحينة ولا هنجيب ايه، ونجيب ولا نجيب ايه؟ فقلنا نشوف بقى المطاعم بتعمل الطحينة بتاعتها ازاي، ويبقى طعمها حلو قوي كده وجميلة وموفرة معايا، لان ده الصراحة حاجة وهم، يعني طبق سلطة الطحين وهم ما شاء الله بالشكل ده، شكلها روعة وريحتها روعة، اتمنى ان انتوا تجربوها. خلاص كده حبايبي خلصت معايا اهي، انزل بقى على وشها كده بشوية زيت ورشة صغيرة كده كمون، ورشة صغيرة كده شطة، وخلاص خلصت معايا، بقت جميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وقوامها جميل جدا ما شاء الله روعة. اتمنى ان انتوا تجربوها ويا رب تعجبكم. تاخدي بقى منها كده تشوفي القوام، ما شاء الله جميلة جميلة، تدوقيها بقى كده وتشوفها، كانت عايزة ملح تاني تكملي لها، مش عايزة خلاص، هي ما شاء الله طلعت روعة. اتمنى ان حضراتكم تجربوها يا رب تعجبكم. عجبتك الطحينة، اشتركي في القناة واضغطي لايك وصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم.